أحلى طريقة تحافظ بيها على صلاة الفجر السنة كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة جميلة جدا 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 مكونة من 3-4 خطوات تحافظ بيها على صلاة الفجر. هي مش كلام كتب، هي تجربة حياة. هي بتحصل إزاي؟ الناس اللي بتحافظ على صلاة الفجر بيعملوا إيه؟ بيوصلوا لها إزاي عشان أعمل الخطوات دي وأحافظ عليها؟ الخطوة الأولى نية. الخطوة الأولى قرار. ما هي النية يعني قرار. بصوا يا جماعة، احنا في حاجات كتير بنقول احنا عايزين نعمل بس انت مش واخد القرار. يعني ايه مش واخد القرار؟ يعني انت مش مأكد على نفسك. يعني النية ما فيهاش العزم. انا نويت اصلي الفجر، انا هصحى الفجر كل يوم، والنية دي بتتجدد. خلي بالكوا، انا بكره صاحي الفجر. خلي بالك، لو ظبطت منبه وعملت 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 والنية مش موجودة، حطيتش المنبه وتنام. الخطوة الأولى نية، قرار، عزم. وهي الحياة ايه غير مجموعة قرارات بتحط جنب بعضها تصنع قصة حياتك. والله الحكمة دي حلوة يا جماعة. وهي الحياة ايه غير مجموعة قرارات بتحطها جنب بعضها تصنع قصة حياتك. قصة حياتك مع صلاة الفجر واحدة من الفروض الخمسة يا جماعة تبدأ بقرار. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، قلل عصيانك في النهار يعينك ربنا على قيام الليل. بس انا وقعت في ذنبي يبقى مش هصحى قيام الليل، استغفر قبل ما تنام. انت عارف عندك ذنب وحش وانت على المخدة، استغفرك ربي واتوب اليك، سامحني، والله يقبلك ويعفو عنك، ويبقى من علامات قبوله يصحيك الفجر. انت عارف انت لو كان عندك ذنب بالنهار ونمت مستغفر وانت ناوي تصحى الفجر وصحيت، اصحى فرحان. عارف ليه؟ ده من دلائل القبول، ده من دلائل التوفيق، ده من دلائل قبول توبتك. الله، دي بقت كده طريقة تخليني لما اصحى الفجر مبسوط ان شاء الله غفر لي امبارح. شفت ازاي ان حتى الذنب ممكن تقدر تحوله لنقطة قوة؟ نقطة الضعف ازاي تتحول لنقطة قوة؟ دي النقطة التانية. النقطة التالتة طبعا ضبط المنبه. بس شفت اتحط ضبط المنبه نمرة كام؟ نمرة 3، مش نمرة 1 ولا 2. ولو حضرتك نومك تقيل قوي قوي قوي، انا من هؤلاء الناس، بظبط المنبه مرتين. مثلا لو الفجر 3:30، 3:30، و3:30 و5. طب انا كنت تعبان قوي، اظبط قبل الشروق، ما تشدش على نفسك، مش لازم في اول الوقت، بس المهم قبل الشروق تصحى تصلي. النقطه الرابعه والاخيره، صحبه حلوه نفكر بعض ونصحي بعض الفجر ونعيد بعض على الفجر. ممكن انت وصديق ليك، ممكن انت ومامتك، ممكن انت ومراتك، ها اخبار صلاه الفجر ايه، ونعمل تشيك ليست ونحط صح صح صح. 4 نقط اهمهم اول 2، واتنين اجرائيين. اول 2 نيه وتوبة أو استغفار قبل النوم، وتاني 2 ضبط منبه وحد يساعدك. إيه رأيكم؟ والله يا جماعة الناس اللي بتصلي الفجر يعاملين 4، يعاملين 3، يعاملين أول 2. الله يعيننا ويتقبل منا. اللهم أعنا على صلاة الفجر العمر كله. اللهم أعنا أن احنا نرضيك في فرض من فروضك يا رب العالمين. اللهم أيقظنا لصلاة الفجر وحببنا في صلاة الفجر وأعنا على صلاة الفجر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.